السلام عليكم. اليوم رانا راح نتكلموا على مجمعات سكنية جديدة في بلدية سانية بولاية وهران، واللي نشوف انا على سبيل الصور يعني العمل الخدمة نتاع هذه العمارات تعتبر جيدة من ناحية لا فينيسيون، وحاجة مليحة تانيك ماهيش عالية بزاف، ار بلس 6 ار بلس 5 اللهم بعض العمارات اللي فيها شوية ار بي 7. وبهذا الصدد نأكد واحد القانون اللي راه موجود، يعني اللي كنت ما نعرفوش انا، هو القانون انه العمارة اللي فيها اكثر اقل من 6 طوابق ما فيهاش المصعد الاسانسير. هذا القانون يقول هكذا، اكثر من 6 طبقات القانون يحتم الوجود نتاع المصعد. إذن العمارات اللي ما فيهاش أكثر من 6 طبقات R بلس 5 R بلس 4 R بلس 6 ما فيهاش المصعد. هل الـ يعني الـ 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 يعني الطبق الأرضي يتحسب ولا ما يتحسبش؟ هذه ما أكدتهاش، لكن أكيد هو أنه العمارات إذا كان أقل من 5 طبقات أو 6 طبقات ما فيهش المصعد، رغم أني شفت أنا عمارات اللي تعود في عهد الاستعمار قبل الاستقلال أقل من 6 طبقات وكان فيها المصعد. إذن هذه هي النقطة حبيت نأكد عليها، ومبروك الناس الثانية اللي سكنوا في هذه العمارات اللي تعتبر جميلة رغم نقص الجانب تاع الإخضراري، وهذا مشكل عويص صراحة في الجزائر. إن شاء الله يعني المسؤولين يهديهم ربي ويعني يعودوا يأكدوا على التشجير والاختيار، ويديروا ميزانية خاصة بالتهيئة نتاع المحيط بصفة عامة. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.